مر إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى على رجل حزين، فقال له: يا أخي، هل يقع في كون الله شيء لا يريده الله؟ قال: لا. قال: أينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال: لا. قال: أيأتيك الموت وتدركك المنية قبل الوقت الذي حدده الله لك؟ قال: لا. قال: فعلام الحزن إذن؟ علام هذه الأحزان والغموم والهموم والتكديرات والتنغيصات في حياتك، أوليس لك رب قادر قاهر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ ألا تستشعر معي قول الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء قدير؟ ألا تدرك معاني قوله سبحانه وتعالى: وهو علي هين؟ كل عسير عليك، كل صعب في طريقك، هو يسير على الله سبحانه وتعالى. الله قادر لا يعجزه شيء. كل الأماني، كل الأحلام، كل الطموحات، كل ما تدعو به من خير الدنيا والآخرة قد يقضى بدعوة واحدة. ليس هذا بعجيب ولا غريب، فالله يدبر هذا الكون بمن فيه وعليه، أفيعجزه سبحانه وتعالى أن يدبر أمرك أنت أيها المخلوق الضعيف الفقير المحتاج؟ إلجأ إليه، أفرغ الهم بين يديه، وأبشر بالفرج القريب من لدنه سبحانه وبحمده.